الخير عليكم مشاهدينا الاعزاء، وحلقه جديده من برنامج مساء الفل. احنا رجعنا بعد اجازه عيد الاضحى، كل سنه وكل المسلمين والامه العربيه بخير يا رب. احنا معانا فقرتين النهارده حلوين قوي، ان شاء الله ينالوا اعجابكم. اول فقره هنتكلم فيها عن باك تو سكول، هنتكلم ازاي الام تقدر تساعد الولاد ان هم يرجعوا بعد الاجازه، بعد فتره اللعب والتنطيط والدلع والنوم الكتير والسهر الاكتر. بس قبل ده اسمحوا لي ارحب بضيفتي العزيزه الدكتوره منى شوقي، استشاري علم النفس الايجابي. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. اهلا بيكي. دكتور، عايزين نتكلم عن مرحله باك تو سكول. احنا خلاص كلها ايام والناس كلها بقى بتستعد دلوقتي علشان ترجع للدراسه، فعايزين نعرف ازاي ننصح بقى الامهات ان هم يساعدوا الولاد ان هم يتاقلموا شويه على المدرسه، ازاي كمان نقدر بقى من بدايه الدراسه كمان يبداوا يذاكروا، يلتزموا شويه في مواعيد النوم والاكل والصحيان وكل الحاجات اللي الامهات بتتعذب بسببها دي. حلو قوي، انت قلتي كلمه جميله قوي، قلتي الامهات بتتعذب بسببها. الحقيقه لما كانوا الاولاد بتوعنا في سن صغير دايما كلمه باك تو سكول دي كانت بتوجع لي بطني. ليه؟ لانه باك تو سكول معناها ايه؟ معناها ان انا هتحرم من اللعب، هتحرم من ان انا براحتي، مش هصحى براحتي، انا كأم اللي هبقى ملتزمه بميعاد الباص، انا كأم اللي ملتزمه بلبس المدارس لازم يكون مكوي ونظيف كل يوم والساندويتش معمول، انا اللي بذاكر اكتر لانه انا مش مديه لنفسي مساحه معينه او مش حاطه لنفسي سكادجول معين، انا واجباتي ايه والمدرسه واجباتها ايه، ومش بفرض ده على المدرسه، المدرسه هي اللي بتفرض عليا كل الامور. فبالتالي نفسيه الام تجاه كلمه باك تو سكول الحقيقه مش كويسه خالص. عندنا الحاله النفسيه واللاوعي بتاعنا مخزن انه كلمه باك تو سكول دي معناها باك تو العذاب، باك تو ان احنا هنتمرمط، باك تو ان احنا رايحين الصبح نوصل او صاحيين من بدري عشان ننزل للباص، وبهدله وعذاب وحاجات كتير جدا. الحكايه دي بتتنقل للولاد والامهات الحقيقه بيقعدوا مع بعض مش واخدين بالهم ان هم قاعدين بيهزروا مع بعض سيدات جميلات كده، وقاعدين يقولوا ايه المدرسه هتبتدي، يا ساتر ده اليوم كمان كام يوم وهنبتدي العذاب. كل العيال الصغيرين اللي قاعدين دلوقتي بقى المدرسه عندهم عقاب، فما بقوش يحبوا المدرسه، البيت في الكهرباء اصلا، وبقوا المدرسه فيها كهرباء، وبقوا هنقول دلوقتي ليه الكهرباء بتيجي وليه الام بتبقى في ستريس، وايه اللي ممكن تعمله عشان تخرج نفسها من الستريس as much as we can، as much as we can يعني على قد ما هنقدر، مش هنعمل الدنيا ورديه ولا هنقعد نقول كلام مش عملي، لكن هنقول هوم ورك عملي وورك شوب عملي حضرتك تعمليه تقدري توصلي بانك انت بيتك يبقى اهدى في الدراسه شويه. طيب احنا كمان هنستنى كل استفساراتكم واتصالاتكم، طبعا معانا الدكتور عشان نتكلم على الموضوع بشكل اوضح اكتر. لو اي سؤال اي ام حابه تسال عنه او اي مشكله هي مش عارفه تحلها ازاي، طبعا الدكتوره منتظره اتصالاتكم. اوكي. نقول بقى ليه بقى الامهات عندهم كلمه باك تو سكول دي يعني حاجه فيها ستريس، لان هي اللي بتذاكر للولاد، لان هي اللي بتحضر كل حاجه، لان الولد ما عندوش اي مسؤوليه تجاه نفسه، وهي مش بتعلمه، لا بيبقى شخصيه اعتماديه عليها وهي مريحه دماغها في انها كل حاجه مؤخره. اولا احنا مبدئيا احنا دلوقتي المدارس في يوم 20/9 22/9 حاجه زي كده، فيبقى ابتداء من شهر 9 نبتدي نعود الساعه البيولوجيه بتاعتنا على اننا هنصحى بدري، وده صحي مش عشان خاطر احنا بنصحى بدري عشان ده تعذيب، ده مش فينا، المشكله مش فينا في الولاد. ما هو احنا اللي بنعمل، ما هو انا عايزه اقول بقى انه تهيئه الجو في البيت كله، يعني ما ينفعش ان انا سهرانه في التلفزيون اتفرج والولاد اقول لهم ناموا من الساعه 9 او 10 او 11، ما ينفعش ان انا اخد راحتي قوي 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 في العادات مش هيلثي. يعني احنا هنقول ايه؟ هنقول ان دي عاده صحيه ان احنا ننام بدري كلنا كاسره ونصحى بدري كلنا كاسره، ولما هنصحى بدري في الفتره دي كل شويه نقلل ساعه، يعني احنا متعودين يعني مش مره واحده يعني هنقلل ساعه، يعني احنا دلوقتي كنا في الساحل بنصحى بنبتدي نصحى مثلا على الساعه 12 بالليل ونبتدي الخروج على الساعه 3 الصبح، معلش نيجي على نفسنا بقى وهنبتدي ان احنا نصحى بدري وهنبتدي ان احنا نقلل الساعات اللي هي دي ونزحزح كده يوم كل يوم لحد ما نلاقي نفسنا ان احنا بنصحى الساعه مثلا 9 8، وبعدين بعد كده الطبيعي بتاعنا اللي هو 6 ونص 7 صباح الخير، الدنيا الحلوه الجميله اللي ربنا سبحانه وتعالى خالقها لنا. لما بنسافر بره بنتفاجئ انه الاجانب الطبيعي بتاعهم ان هم بيصحوا عند صلاه الفجر، رغم ان هم ما بيصلوش بس هم بيصحوا عند الوقت بتاع صلاه الفجر، تلاقي الشارع كل فيه ناس، وتلاقي وقت بعد العشاء اللي هو الوقت الطبيعي اللي المفروض ان احنا ننام فيه بعد 10 بعد 11 بعد 12 تلاقيش بني ادم في الشارع. طيب احنا بدانا الاتصالات معانا دلوقتي مروه من القاهره. الو،
الخط قطع، كانت مستنيه بقى. هنكمل بقى ليه الام بتعيش في ستريس. أوكي. الام بتعيش في ستريس لان هي على طول حاطه نفسها انها داخله دلوقتي سبق ومقارنات، بنت الجيران هتجيب اكتر من ابني، الامنة لازم تجيب فيها 10 من 10، مش عارف الماده الفلانيه لازم انت تبقى فيها سوبر ستار، حتى في دماغها انه الولد الافريج في التعليم هو افريج في الحياه، رغم ان احنا بنتفاجئ بعد كده انه الافريج في التعليم ده هو مدير البنك والاول على الفصل شغال تحت ايده. بنتفاجئ انه هو بقى طبيب متميز جدا، وممكن واحد كان بيطلع احسن منه بكتير طبيب عادي جدا. لان احنا مره يا دكتور معلش رجعت معانا. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. هو صراحه انتوا بتتكلموا في موضوع مهم جدا بالنسبه لي، كلنا بنعاني منه يا مروه والله. انا عندي بنتي في كيجيتو، وانا حابه ان هي تبقى ايه شطوره زي اي بنت وتبقى احسن من اي حد وتطلع الاولى اكيد، بس وانا بذاكر معاها بحس ان انا ساعات مش فاهمه ايه، او لا مثلا اكتبي رقم تكتبه بالمشقلب، دايما هم الاطفال في الوقت في السن ده بيكتبوا الحاجات بالمشقلب كده بالمقلوب. مش فاهمه يا مروه ولا مش مركزه؟ لا انت حاسه ايه او حافظه؟ هي فاهمه وعارفه، بس اجي مش فاهمه، انا مش عارفه احساسها ان هي فاهمه ولا لا، علشان كذا مره بتكتبه يعني. لا بتكتب بالمشقلب ده على طول ولا بتكتب بالمشقلب مره ومره بتكتب بالمعدول؟ لا على طول بيكتبوا التسعه والسته والاثنين بالمقلوب. اوكي، دول كام واحده، لكن الباقي كل الحاجات، واصل في نوع من يعني ده بيعتبر شويه لحد ما محتاج علاج، انه كل الكلمه بتقراها بالمشقلب. حتى في امهات بيضطروا ان هم يتعلموا ان هم يقروا بالمشقلب عشان يعلموا اولادهم، فاقول ده موضوع كبير. الحروف الثلاث حروف دول بس. اوكي، لا دي مش حالة عامة. طيب في حاجة تانية يا مروة حابة تسألي عليها؟ انا دايما اول ما اذاكر معاها اشخط فيها من اول شخص اتعيط. برافو برافو خالص. لا حبيبتي يا مروة، ممنوع اللي انت عملتيه. هي خايفة عليها مروة. ممكن ارد على مروة؟ اه طبعا موجودة معانا، خليكي يا مروة معانا، الدكتور هيرد عليك دلوقتي. مبدئيا يا مروة بنتك دلوقتي زي العجينة، لا اما هتشكليها على ان هي هتبقى متفوقة وتحب كلمة تعليم للتعليم، وهتبقى شاطرة جدا، او انها هتترعب من التعليم وهتبعد عنه خالص. اول حاجة احنا عايزين نقول انه هي دلوقتي عاملة زي ريكوردر، اكتبي لها الكلمة على ظهرها بعد اذنك، او اكتبي لها الحرف اللي حضرتك بتلاقيه بالمشقلب ده اكتبيه لها على ظهرها وقولي لها اكتبيه لي في الهواء، وبعد كده هي هتكتبه لك، هتلاقيها حست بالسنسورز بتاعت ظهرها، هتلاقيها كتبته بالمعدول مش بالمشقلب. وبعدين بعد كده خلي بالك كويس قوي ان الطفل بالتكرار بيبتدي يتعلم مش من اول مره، فاحنا لو بدانا ان احنا نتنرفز ونتعصب، ومعلش سوري في الكلمه اللي هقولها، ساعات الام بتحط الكتاب وجنبيه الشبشب، معلش بعد اذنكم بلاش العادات دي. بلاش المذاكره مش عقاب يا جماعه، المذاكره والتعليم دي متعة. تقولي لها يلا بينا دلوقتي انا هكافئك باننا يلا بينا هذاكر معاكي، انا المفروض ما ذاكرش معاكي انت ذاكري لوحدك، بس انا هاجي معاكي هنلعب لعبة المذاكرة. نبتديها بانها لعبة، نبتدي نكتب لها الكلمة على ظهرها، نبتدي نغني الجملة، نبتدي نعمل اغاني حلوة، نبتدي تكافئيها، تحط لها بونبون وتحط لها تشوكلتس وتحط لها سويتس كتير وحاجات كده، وتقولي لها لما هنعمل اللعبة دي انا وانتي هناخد منها عشان انا شاطرة وانتي شاطرة، ونشوف مين فينا اشطر، وتبتدي تعملي منافسة بينك وبينها، تقولي انا هحفظ الكلمة دي، ينفع تحفظيها انت الاول ولا انا الاول، هكتبها بخط احلى منك. تبتدي تخلي الموضوع ده موضوع جميل ولطيف وساعة لذيذة، وما تكتريش ما تقليش الجرعة على الطفلة دي، لانه السن ده مش محتاج وقت طويل بالظبط عشان ما تهربش وتزهق، لانه زي ده زي جرعة الدواء، لو زودنا جرعة الدواء الطفل ده هيعيا او مش هيبقى هيجيله تسمم، فمش عايزينهم يجيلهم تسمم من التعليم. تاني حاجة بعد اذنك ركزي على المجهود مش على النتيجة، مش مهم هي هتجيب كام في الاملة، المهم هي تعبت معاكي وقدرت انها بتجرب معاكي كويس وبتقعد معاكي وبتستوعب. لو بصت في السقف بلاش والنبي نروح ايه ركز معاه وروح الضرب والحاجات دي والصوت العالي، لان هو الطفل نفسيته بيفصل، هو عنده اللاوعي بتاعه. يعني احنا اساسا لما كنا بنحب ان احنا هو صغير بيعيط وعايزينه بيزن وعايزين نفصل الزن في المخ سايكل، بنخليه نقول له ايه بص في السقف شوف العصفوره، فهو اساسا بيفصل منك، فانت لو عودتيها انه ده بقى مشكله فهي هتفصل منك خالص، مش هترجع غير بعد وقت طويل جدا لانها ترجع تركز معاكي. طيب هي مروه خلاص طبعا الخط فصل، هنرجع تاني نتكلم ازاي نعود ولادنا على المواعيد بتاعه الدراسه، لان دي من اكتر الحاجات اللي عامله هسس لكل الامهات دلوقتي. صحيح،
الكل حاجه في الدنيا بتيجي بالتدريج، فاحنا بقولنا هنتنقل من فتره اللعب وفتره الهيصه اللي احنا فيها دي، نعمل كل يوم نقلل ساعه 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 لحد ما نبتدي ان احنا نتعود على ميعاد الصحيان. ميعاد الصحيان مش هو كل حاجه، اهم حاجه ان احنا نبقى عارفين انه في حاجات بالتعود، المذاكره تعود، الصلاه تعود، الاكل تعود. لازم احنا عندنا كده مبادئ عامه، في 8 ساعات نوم، في 3 وجبات في اليوم محترمين، 3 وجبات حلوين اللي العيال بيحبوهم، اعمل الساندوتش على شكل ميكي ماوس، اعمل بطاطس مش عارف شكلها عامل ازاي، اخلي الولاد ما يبقوش برضو الاكل بالنسبه لهم عقاب. يعني احنا بنغلط غلطتين جامدين قوي، انه الدراسه عقاب والاكل عقاب، فبنحسسهم ان هم بيعملوا لنا فيفر، فيجي يقول لك انا كلت لك الغدا او انا ذاكرت لك الواجب، على فكره انا عملت لك الهوم ورك. لا انا مش عايزاك انت بتعمليش، دايما الجمله انت بتعمل لنفسك، ده انت بتبني مستقبلك. انا حبيبي ذاكرت زمان وبقيت دكتوره، او انا بقيت مذيعه مشهوره، او انا بقيت مهندسه كبيره، انا خلاص خلصت الهوم ورك بتاعي. ده انت حضرتك اللي صغنون كده، واحنا عايزينك نشوفك كبير، فشوف انت نفسك ايه. في حاجه مهمه قوي ان احنا نلعب مع اولادنا لعبه الهدف، نعرفهم هم ايه نقط قوتهم. لو هو مثلا صوته حلو اقول له انت عايز تبقى ايه، يقول لي انا عايز ابقى مطرب، احطه في الاتجاه اللي يخليه يدرس دراسات وفي نفس الوقت يكون مهتم بالموهبه بتاعته. اللي هتحطيه على تراك موهبه او رياضه هيساعدك قوي في الدراسه، مش هياخد من وقت الدراسه. يعني لازم نبقى فاهمين انه ان انت لما في ناس كتير قوي بتاجل فكره ممارسه الرياضه او الهوايات، ولا خليها في الاجازه، يعني بالظبط كده، خليها في فتره السمر دي. لعب كوره مثلا هنأجله لما يتخرج من الجامعه وبعدين يبتدي يلعب كوره، مش هيبقى عندنا حد زي محمد صلاح. فالقصه كلها ان احنا لو عايزين نبتدي نشوف موهبته فين، وتاكدي انه الملتزم في الموهبه الرياضيه او ملتزم في الموهبه بتاعته هيبقى ملتزم كمان دراسيا، وهتساعدك الموهبه دي في انها ترفعه، لان هي بتزود ادراكه في مداخل للشخصيه. الاطفال عندهم يعني ازاي ان احنا نحط جواهم المعلومه دي، ليها كذا مدخل. اوكي طيب احنا معانا اتصال دلوقتي، معانا مين؟ معانا غاده من المنوفيه. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي، كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه. ممكن اكلم الدكتوره؟ معاك الدكتوره اتفضلي. ازي حضرتك يا دكتوره عامله ايه؟ اهلا منوره. بعد اذنك انا بس كنت عايز استفسر من حضرتك، احنا كنا قاعدين في منطقه ونقلنا من المنطقه اللي احنا فيها دي. فالمفروض ان انا نقلت بنتي طبعا من المدرسه اللي هي كانت فيها للمدرسه اللي هي في المنطقه الجديده اللي احنا سكننا فيها. هي داخله ثانيه ابتدائي. حلو. تمام. مش انا خايفه ان هي مثلا يعني ما تاخدش على الجو اللي هي فيه، او ما تاخدش على زمايلها اللي حواليها، وخصوصا ان هي صعبه قوي لما بتاخد على اللي حواليها، فخايفه ده ياثر عليها او يسبب لها اي مشكله. طيب هو ما كانش هياثر، هي كلمه انا خايفه بتاعتك دي اللي هتتنقل لها. يعني خلي بالك ان انت الترمومتر بتاعها، فكلمه انا خايفه انت مجرد ما انت قاعده دلوقتي هي جنبك او سامعاكي او مش سامعاكي، او انت قاعده في وسط اصحابك هتقولي الكلمه دي، فهي هتعرف ان في حاجه غلط. هي اساسا فعلا النقل من مكان لمكان عند الكبير وعند الصغير، العقل اللاواعي ما بيحبش التغيير، بيحب يقول لك اللي اعرفه احسن من اللي ما اعرفوش. اصحابي بتوع المدرسه بتوع السنه اللي فاتت فين؟ طب الكلاس بتاعي كنت انا قاعد في التخته الاولانيه، انا كده هتنقل ابقى في تخته مش هي. عبال ما هيتاقلم ده شيء طبيعي جدا ان هو هياخد شويه وقت، بس ده مش معناه ان احنا حياتنا ما فيهاش تغييرات كتير، وان هي ده نوع من انواع انها تتعود على انه ده شيء طبيعي. طب هي تقدر تعمل حاجه تساعد البنت؟ تقدر تعمل اول حاجه انها ما تبقاش خايفه. كلمه انا خايفه دي انا عايزاكي ما تبقيش خايفه، اللي انت عايزاه تقوله لها انه ده شيء طبيعي. طبيعي جدا ان احنا ما نفضلش في نفس مكاننا، طبيعي جدا ان احنا ممكن نغير مكاننا، نغير بلدنا، نغير اقامتنا، نغير حاجات كتير في حياتنا. طبيعي البني ادم لما بيروح شغله يلاقي شغل احسن هيتنقل للشغل الاحسن، فما يبقاش عندنا في اللاوعي بتاعنا ان احنا نركز احنا عايزين نقعد هنا اهو في الحته دي مش هتحرك منها. لا، عايزه كمان حضرتك تساعديها في انه عرفيها انه هي كده عندها ميزه حلوه قوي، بدل ما تحافظ على اصحابها في المكان القديم. اكيد كل العيال دلوقتي معاها موبايلات وفيسبوك وكل وتليفوناتهم وكل حاجه، بالعكس ده انت بدل ما كان عندك 5 صحبات هيبقى عندك 10، هتقدري تعملي صداقات جديده، هتقدري تكتشفي ناس اجمل. لو انت كنت في المكان ده في 2-3 بيضايقوكي، انت رايحه مكان جديد بشكل جديد، تقدري تبتدي بدايه جديده. تانية ابتدائي دي مش صغيره خالص، تانية ابتدائي دي عروسه، انا بكلمها لما بيكون بتكلم مع واحده في تانية ابتدائي يعني 8-9 سنين، بتكلم معاها لانها واحده صاحبتي،
بقعد اتكلم معاها على ان احنا اصحاب وعلى انها هي اللي تنصحني، واقعد اقول لها ايه طب انا اعمل ايه في كذا. بنتك المفروض ان انت تعرفيها دلوقتي، احنا دلوقتي اتنقلنا المكان الجديد، يا ترى ايه اللي ممكن نعمله، يا ترى ايه اللي ممكن نكون فيه مع بعض في المكان الجديد. زي ما هي عندها تغيير انت كمان عندك تغيير، يعني دخليها ودخليها في التغيير بتاعك، وعلى كده التغيير ده شيء طبيعي ومنطقي، وما تخافش خالص منه، بالعكس عرفيها اللي هيحصل من قبل ما يحصل. لا انت هتروحي دلوقتي انت هتبقي شويه مش واخده على الناس، فما تتكلميش عن نفسك كتير، ابتدي اعرفيهم الاول، وابتدي حددي انت هتصاحبي كام واحده فيهم، خليها كده تبقى راكزه ولطيفه وعارفه كده ازاي تتعامل مع الناس، هتلاقيها بقى عندها ثقه في نفسها اكتر، لان هي اوريدي مش هتتفاجئ، انت هتبقي راسمه معاها، هتكون متقبله كانها اتفرجت على فيديو قبل ما تروح. هو اللي هيحصل هو انت حكيته لها بكل حذافيره، فمش هيبقى جديد عليها، بس كده. طيب احنا معانا روان. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا عايزه معلش يا روان ممكن توطي صوت التليفون شويه؟ لو انت معايني. ايوه صح حضرتك. اتفضلي. عايزه بس يعني ازاي اركز في الدراسه واجيب مجموعه عالي يعني واطلع من الاوائل ازاي؟ انتي في سنه كام يا حبيبتي؟ اولى ثانوي. طيب حاضر هتجاوبك الدكتور حالا دلوقتي. روان كل سنه وانتي طيبه. انتي على النظام الجديد اظن اللي هو اولى ثانوي ده اللي هو كوميوليتيف، اظن اللي هو يعني ثانويه عامه 3 سنين. بصي بقى يا ست البنات، علشان تبقي شاطره وعلشان تبقي متفوقه لازم تعرفي انه عقلنا مش بيستوعب ان احنا نذاكر ونكربس الدنيا علينا، وان احنا ناخد الدرس ورا الدرس ورا الدرس، نفضل ماشيين في السناتر قاعدين من سنتر لسنتر لسنتر، نحط الورق لحد ما نلاقي ان احنا بنذاكر كميات كبيره قوي. لا، العقل عايز كميات بسيطه. لو انت عايزه تعملي تجيبي مجموع كويس كميات بسيطه اول باول. يبقى احنا دلوقتي هنعود نفسنا، كنا بنقول ان احنا بنعود نفسنا على الصلاه، معاد الصلاه ده شيء اساسي. هتعودي نفسك في اول السنه الدراسيه مش معقول هذاكر 5 و6 ساعات، هذاكر 3 ساعات. الثلاث ساعات دول ما بينهم 45 دقيقه وربع ساعه راحه، 45 دقيقه وربع ساعه راحه، 45 دقيقه وربع ساعه راحه، وكده زي الفل. انا كده الكلام اللي بقوله لك ده يعني بس نعمله. فهنبتدي ان احنا خدنا حاجه النهارده هنبتدي نذاكرها. ليه؟ لانه عقلنا في عندنا شورت ميموري عندنا لونج ميموري، يعني ذاكره بعيده الامد وذاكره طويله الامد. لو حضرتك عايز عارفه المتفوقين بيعملوا ايه، والحمد لله رب العالمين يعني احنا خدنا تجربه المذاكره دي قبل كده، المتفوقين ليله الامتحان ما بيحطش قدامه المنهج ولا بيذاكروا من الجلده للجلده، يبقى قاعد يتفرج على التلفزيون، لانه خلاص هو ذاكر واللي ذاكر ذاكر، بنقول كده على طول واللي ذاكر ذاكر خلاص، لانه بيبقى خلاص الحاجه كلها موجوده عنده في اللونج ميموري، مش محتاجه. بتروح في اللونج ميموري ازاي؟ خلي بالك بقى يا روان من اللي انا هقوله لك ده، ساعه يوم اسبوع شهر، احنا لسه في اول الدراسه اهو، او لسه الدراسه هتبتدي. ساعه يعني خدتي المعلومه دي ذاكريها بعديها بساعه هتلاقي لسه المدرس كان لسه بيشرحها لك، فانت فاكراها بكل تفاصيلها، فما فيش حاجه خالص. دي هتاخد معاكي 5 دقائق لما هتيجي تبصي فيها، مش هتاخد معاكي وقت، لان انت على طول هو المدرس شارحها لك، الموضوع لسه في دماغك، المساله دي عايزه تعرفيها، فانت فاكره حل المساله، فهتراجعيه بعديها بساعه، تاني يوم هتراجعيه بعدها بيوم، بعديها باسبوع هتبصي على نفس الحاجه، هتاخد منك ثواني، بعديها بشهر وشكرا، هي كده اتنقلت للونج ميموري. لو بعد كده هتراجع عليها هتلاقي الموضوع بسيط ومش هتلاقيكي ناسياها ولا اي حاجه. لكن ارميها دلوقتي بعد اليوم وقولي انا هذاكرها قبل الحصه الجايه بعديها باسبوع، يعني هي دي ليها ترتيب اصلا، ليها ترتيب. لا، نقل المعلومه من الشورت ميموري للونج ميموري هو ده ترتيبه، ساعه يوم اسبوع شهر. اوكي اتفقنا يا روان، هتجيبي مجموع كويس بس انا قلت لك عليه. دكتور بقى في حاجه مهمه قوي عايزين نتكلم فيها، هي السوشيال ميديا. الولاد الصغيرين بقوا دلوقتي معاهم موبايلات، في دلوقتي الكمبيوتر يعرفوا يدخلوا عليه، في فيسبوك، في كل الحاجات اللي بقت صادمه بالنسبه لنا احنا كناش اطفال اصلا. صحيح. فدلوقتي نعمل ايه؟ ازاي نقنن الموضوع استخدامه؟ ازاي نقنن استخدامه؟ لانه كمان بقى بيأثر قوي على الولاد والبنات في التركيز، بقى عندهم مشكله، بقى الولد يمسك التليفون وهو مش مركز في اي حاجه. طيب باصص في 24 ساعه ودماغه في حته ثانيه خالص. طيب الاول احنا قلنا، عشان كده انا قلت احنا عايزين نحدد اهدافنا. لو احنا داخلين السنه الدراسيه، احنا داخلين واحده زي الجميله اللي كلمتنا دلوقتي، ست البنات اللي كلمتنا اللي عايزه تعمل مجهود كويس عشان تعمل مجموع كويس. طب معلش يا دكتور بعد اذنك في بس اتصال معنا. اتصال. الو. ايوه الو السلام عليكم. عليكم السلام ام فارس، ازي حضرتك؟ كل سنه حضرتك طيبه. وانت طيبه حبيبتي، تسلمي. لو سمحتي يا دكتور، انا عندي طفلين بينهم طفل داون سيندروم،
داون. اوكي. الداون 6 سنين والتاني بينهم ما بين بعض سنتين. الداون هو كبير؟ اوكي. فابني التاني ده سليم. اوكي. فهو كان هو عنده سنتين بقى، هو بقى بيقلده، يعني ابن صغير بيقلد الطفل الداون. ما ده عادي. بيقلده في كل حاجة، يعني هو ابني مش بيتكلم كبير. اوكي. فهو يعني بابا بيناديني باسمه، كان بيناديني باسمي ليه طريقة في ما بيقول اشرب بيقول. فانا مهم اضطريت اللي انا ودي حضانة عشان يعرف يتكلم. حلو. هو بقى انا بقى يعني بحكم ظروف اخوه فانا بقرب منه، يعني بيبقى له معاملة خاصة زي ما حضرتك عارفة. فبحس ان هو بيغير قوي، يعني لو بصوا تبصيني زيه، لو عملت يعني بحاول اوصله ان هو دي ظروف خاصة هو مش فاهم كده خالص. وحضرتك عارفة ان هو بيبقى لهم عبء في الخدمة وكده يعني وفي الرعاية. فهو بيتوه مني في المذاكرة، ووقتي عنده 4 سنين. يعني ما بياخد الواجب بتاعه بلاقيه بيتوه وبيوقع ارقام، بينسى بسرعة. ما تقولش انت صغير قوي. اوكي. 4 سنين. تسنيم انت معانا مش كده؟ تسنيم. ام فارس. ام فارس. ام فارس. طيب بصي يا ام فارس، القصه بتاعت ان هو يقلد الكبير ده شيء طبيعي جدا، فوش اي مشكله خالص. لكن انت اللي عايز اكبر، يعني في اخت اكبر تاني. في اخت تانية اكبر؟ ايوه. طيب هي كمان بتعمل نفس الحاجه؟ لا، هي خلفتهم خالص، يعني هي راح سنه ثالثه. اوكي. هي اكبر منهم بكتير. هو الصغير بيقلد الاكبر عنده شويه. هو يعني بحكم ظروفه فهو مش عايزاه يعني يقلده عشان ما يبقاش زيه يعني. طيب احنا هو مش هيبقى زيه، لان دي حاجه ودي حاجه خالص، ومخه طبيعي. حته ان هو بينسى، حته انه بيوقع ارقام، الحاجات دي كلها ده شيء طبيعي. ما تحطيهوش في اطار مرضي، لانه انت عندك يعني دلوقتي معلش سوري حس بقى ان انا مش عايزه الولد ده يبقى زي الولد ده. لا، القصه بتاعت ده قصه ثانيه خالص، وده سليم تماما. التعامل معاه حاولي بقدر الامكان انت تدي له رعايه، طبعا الله يكون في عونك، بس انا عايزاكي تعرفي. عنيف برضو معانا دكتوره خالص، اللي هو ابن اخوه الثاني. الداون عنيف قوي، عنيف قوي، بيضربه ضرب مبرح. اوكي. مش عارفه افصلهم عن بعض لانه طبعا في بيت واحد، فبيضربه جامد وعنيف معانا كلنا. طيب هو عنيف ده عنده 6 سنين. عنيف ده محتاج ان انت تروحي لحد متخصص عشان يديله حاجات تهديه شويه، لانه ما ينفعش ان هو ياثر على الباقي. روحت يا دكتوره، قال لي نستحمله كده وما ينفعش تديله اي حاجه عشان ما تتفاهم حالته، علشان مخه ما يتاثرش، او لانه لو ادينا له حاجه هيهبط، يعني هيقعد في مكانه، مش هيبقى عنده مش ذكاءه هيقل. هو الدكتور طبعا قادرة باللي هو شايفه، طبعا قادرة بيه، بس القصة كلها ان انت حاولي شوفي ايه هي اسباب العنف ده واسباب الحاجات اللي بتغيظه، لان هو بيبقى مالوش مداخل معينة، يعني انت بتبقي عارفة، انت بتبقي كأم فاهمة. والله يا دكتور احنا بعدين كده نلاقيه يضربنا. اكيد في حاجة، اكيد في حاجة بتثير حاجة، احنا كلنا حنينين معاه. طيب لا، يبقى هنا بقى في مشكله، في هنا مشكله، وارجعي تاني لدكتور تاني، لانه هو كده محتاج. لو ما فيش اي اسباب للعنف يبقى هو ممكن يبقى عنده هلاوس، ممكن يبقى عنده مشاكل، حاجه ممكن انت مش شايفاها. فممكن يكون بيغير، ممكن يكون بيغير، ممكن جدا، فطبيعي. بس هي اللي هي بتقوله انه الطبيعيين هما اللي بيغيروا اكتر، لانه هي بتدي ليه هو اهتمام اكتر ورعايه اكتر. في الصغير بيغير من ال6 سنين. طب هل هو فاهم ان هو عنده مشكله؟ لا طبعا. يعني هو مش مستوعب؟ طبعا. لا طبعا، هو حاسس ان هو يعني هو ما بيبقاش عارف، وبيبقى حاسس ان هو محبوس او في قفص مش عارف هو يخرج منه ازاي يعني. فطبعا هو اللي عايزه اقوله لك، بس احتسبي عند ربنا الولد ده هيدخلك الجنه ان شاء الله. فهو طبعا ملاك ونازل من السماء كده ليكي، مش في الدنيا خالص ومش من اهل الدنيا خالص دلوقتي، هو نازل كده دف من الجنه وبيطلع للجنه. فانت كل ما تستحمليه اكتر وكل ما تقدري ان انت تبقي كويسه معاه، حاولي بقدر الامكان ان انت ما تخبيهوش عن الناس، اخرجي بيه، العبي معاه بره، خلي الطاقه بتاعه الضرب دي طلعيها في حاجه، لعبيه لعبه، وديه نادي يلعب رياضه، او مدرب مثلا يشوفه لو هو بيقدر يتكلم صوته حلو يغني. الاولاد دول بيطلع منهم مواهب جميله ورائعه، بس الاطفال دول الام هي اللي بتحدد، يا اما الطفل ده يبقى جميل ورائع. وعندي واحده صاحبتي ليها بنوته رائعه، في جميله جدا جدا، لما انا يعني من البنات اللي انا بحبهم جدا بنتها، لان هي ام شاطره.
لا هما كمان دخلوا كل المجالات، دخلوا كل المجالات ومسابقات وبقوا يعني ابطال رائعين يعني. فانا عايزه اقول ان ايه، هو الولد ده هيعتمد الطاقه اللي جواه، وجواه طاقه كبيره دلوقتي، وجواه الطاقه دي بيخرجها في صوره ضرب وعنف، احنا هنخرجها في صوره رياضه، وهنخرجها في صوره انه هو لو لعب سباحه هيجي مهدود الحيل هينام، مش هيقدر ان هو لا يضرب ولا يزعق ولا تبقوا قاعدين مع بعض تلاقيه بيواجه. هو عنده طاقه دلوقتي مش عارف يفرغها في حاجه، فبيفرغها فيكم. الحاجه اللي انت خايفه منها حكايه ان هو اخوه يقلده، انت خدتي اكشن مظبوط انك انت ودي الولد مكان طبيعي يقعد مع ناس طبيعيين اطول وقت ممكن، ويجي البيت يبقى عارف يفرق ما بين انه انا هيفهم هو حتى هو اربع سنين انه اخوه مش مظبوط، لحد ما يبقى في عقلانيا نقدر ان احنا نفهمه، وعنده 7-8 سنين 10 سنين نفهمه انه اخوك ده عنده مشكله، وان هو هيبتدي يتاقلم انه هو هيشيله معاكي، بالعكس ده هو هيبقى حامل مسؤوليه معاكي وهيساعدك كتير قوي في ان هو يربي اخوه معاكي يعني. بس طيب احنا معانا دلوقتي وفاء من الغربيه. الو، الخط فصل، مستنيينك تاني وفاء تتواصلي معانا. هنرجع تاني لمشكلة السوشيال ميديا ووسائل الاتصال والتليفونات ووسائل الاتصال، انا بسميها وسائل اللا اتصال، دي هي وسائل الانفصال الاجتماعي مش التواصل الاجتماعي، لان احنا دلوقتي بقينا 4-5 افراد في البيت كل واحد قاعد بالموبايل بتاعه او التلفزيون بتاعه، وكل واحد بيتفرج على حاجة. كنا زمان لمة العيلة في رمضان والشهد والدموع والعيلة الحلمية والحاجات الجميلة، كلنا بناكل نفس الحاجة، كلنا جايبين الفيديو ابو شريط كبير ده، وبعدين بنتفرج على نفس المسرحية، بنضحك على نفس الضحك، وكمان كنا بنروح نخبط على بيبان بعض ونصل كل حاجة. ده انا بتكلم على جوه البيت مش بقى كل حاجة يعني. احنا بقينا دلوقتي بنستخسر حتى المكالمة، او بمعنى اصح بنستسهل، اللي هو خلاص يلا عيد الميلاد بقى صورة، بقت صورة صورة طعمها انا بحب اكل مش بحب اشوفها صورة كده يعني. فبقت الحكاية كلها عبارة عن العزاء بقى صورة سودة، والبقاء لله، وعيد الميلاد بقى صورة تورتاية، وكل سنة وانت طيب وابقى انا كده عيدت عليه. لا يا جماعة، احنا لسه طالعين من العيد. في العيد انا بحب اكلم الناس بالتليفون، بحب اسمع صوته وطارد الناس اللي بحبهم لحد ما يردوا عليا، علشان نحس ببعض تاني وما يبقاش ما بيننا الفجوه دي، لان احنا كده بقى احنا عمالين نبعد نبعد نبعد، مش بنتواصل. احنا بنتواصل مع ناس مش في حياتنا، وناس مش حقيقيين، وناس ما كناش ما يلزموناش وما نعرفهمش، وبياخدوا مساحات كبيره قوي من وقتنا، والناس اللي المفروض نديهم وقتنا بنبعد ووقتنا بيضيع عليهم. لازم نقسم وقتنا مظبوط، ولازم نعرف اللي عايز يعمل سكور كويس في التعليم باك تو سكول حلقه عايزين نعمل كده، نقعد مع الولاد ونقول لهم الموبايل ده هيتمسك ربع ساعة الصبح ربع ساعة بالليل، او نص ساعة الصبح نص ساعة بالليل. النص ساعة دي هتدخل فيها على السوشيال ميديا بتاعتك، تخلص كل الردود او تشوف الدنيا فيها ايه وتعرف الاخبار، والنص ساعة التانية بالليل ما دون ذلك الداتا اف، هنفصل الداتا عن البيت او هنفصل الداتا عن التليفونات هو بمزاجه، حتى لو بره. اولا لو هعمل له يعني بوكيه يبقى محدود قوي، او ابقى عارف الكنترول بتاعه، بحيث ان هو ما يبقاش بره اونلاين وجوه البيت اونلاين. وحتى دلوقتي يقول لك لو عايزه اولادك مش لاقياهم عايزه تدوري عليهم بحط في الراوتر، هتلاقي العيال طلعت على طول مش عارف يوم هم فين. بقت مشكله كبيره دلوقتي بقى كمان، بقت النكت يقول لك لو زي ما كنا بنعمل مثلا واحد متوفي نعمل ميه ولا حاجه، يقول لك اعمل راوتر فري علشان ان بالواي باسورد فري كده تاخد ثواب، الناس هتدعي له اكتر للمتوفي. عشان كده لا، احنا عايزين يا جماعه نرجع زي الاول، وعايزين احنا كل دي تريقه من كتر ما احنا بنشوف انه دي حاجات خدتنا من الفطره الجميله بتاعتنا. احنا نحاول نركز شويه مع اولادنا زي ما الدكتور قالت، يعني يبقى في تايم معين بس يمسكوا فيه التليفون، لانه صعب ان احنا نمنعه عنهم خالص، لان احنا اوريدي اصلا بنحتاج ان احنا نتواصل معاهم وهم كمان يتواصلوا مع الناس. احنا معانا دلوقتي اتصال تاني، معانا سومه من القاهره. الو، مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ لو سمحت انا عندي بس سؤال. اتفضلي. ليا جارة عندها عيل 4 سنين وعيل 3 سنين، سعيد جدا جدا جدا، وبعدين هي اساسا جايباهم تقريبا على كبر، وبيضربوا وبيخبطهم، وهي عامل البلكونة ترباس من فوق، بيجيب الكرسي ويطلعوا عليه ويجيبوا الشمس ويفتحوا الترباس، ولما يروحوا عند الجيران بيمسكوا يخشوا اللي هي بتحت الجيران ويقطعوا الورق ويقطعوا الحاجة، يحطوا حاجات في المكباس، يقتلوا ما بيسمعوش الكلام وبتضربهم. في ناس بيقولوا ان دي كهرباء زادة المخ، يعني ناس الدكاترة في ناس بيقولوا دي حاجة مفرطة مشاكل مفرطة أو حاجة زي كده. طب هي ودتهم لدكاترة؟ لا، ما يقدر
نعم. هي ودتهم لدكتور؟ عرضتهم على دكتور؟ لا ما ودتهمش، علشان اعرف ان هم على قد حالهم، وهم بيجوا من الشغل متاخر بليل من الشغل بالليل، وهي بتفضل تدرس فيهم، وهم مش قايلين لدرجه ان مرض في فرح عند جرانهم قفل الباب على ايد بنيته، فضحك عشان يديته الناس رغم عليهم وحصل مشاكل. امبارح كنت قاعد عندهم وعند جرانا دول، دخلوا قطعوا الورق وقطعوا الحاجه ونسيتوا انهم يخرجوا، ما يخرجوش منهم في جرافهم، ياخدوا المؤشرات بعد يبيعوا تخبوهم في تاني دور، يطلعوا يجيبوا المؤشرات ويجيبوا اربع سنين ثلاث سنين، وبعدين يكونوا يفتحوا بس النور ويقتلوا في جرافهم، ما فيش فايده، بيعملوا الشيء نفسه. طب عايزه اقول لحضرتك، ما فيش تنفيذ كده زي القرود. مدام سوم، عايزه اسال حضرتك سؤال، هل الام دلوقتي معترض على الافعال اللي هم بيعملوها وتصرفاتهم، ولا هي شايفه انه ده عادي؟ اه بتضربهم وبعدين لا بتضربهم، معترض بتضرب اعتراض ايجابي يعني. لا هي معترض، هي حاسه انه في حاجه غلط، ولا هي بس بتضرب زي اي ام بتضرب ولادها وخلاص؟ لا احنا فاهمين على كل دولة حاجة غير العادة، مش سؤال من بتاعتنا، عن اي عين الشغل غير سؤال غير سؤالتين، يعني هما واثقين لاي حد حتى لو مش لازم يجيلهم حاجة غير طبيعية، واثقين لدرجة الانهيار، يعني اثقين ما عندوش فكرة. تخيل انت لما تجيب الكراسي ويطلعوا يجيبوا شيبسي عشان يكون يفتحوا السربات اللي هم عمال الحمام واللي عمال البلكونة، ولو بيخش بقى انا قدامي اسكت ما اسكتش، اسكت بص كمان مستمعين. تمام. مستمعين، انا قلت لها بقول لجارتي لما تروح لدكتور بتقول على قد حالهم ومعاهمش وبتاع، وهم اساسا بيشوفوا مين الارياف، فقلت لها ان شاء الله لما يجي برنامج انا هتصل لك يا ام الحل ايه. حبيبتي شرفتيني. بتضربهم وبتعيط. طيب. الله يسلمك يا حبيبتي. حاضر، الدكتور هتجاوب حضرتك حالا دلوقتي. طيب هي النشاط المفرط ده، هي بتشتكي شكوى كتير قوي يعني. اولا في كلمه اتقالت حته انه كل الامهات بتضرب اولادها، دي انا بسجل اعتراضي. بس هي دي حقيقه يعني، علشان كده انا سالتها هل دلوقتي هي بتضرب وخلاص، هو عندك ناقصه في البيت فانت بتضربي الولاد علشان يهدوا، ولا هي حاسه ان ولادها عندها مشكله؟ ده ثلاث واربع سنين، ثلاث واربع سنين يعني، عجينه لكل حاجه احنا عايزين نشكلها. المفروض ان اول خمس سنين من عمرنا دول عندنا غده اسمها الاميجدلا، دي عامله زي الكاميرا اللي بتصورنا دي، بتاخد صوت وصوره، بتسجل كل حاجه، وبعد كده بتطلع لنا احنا المنتج اللي احنا هنطلعه. لو هي حضرتها بتبذل شويه مجهود مع الولاد دول، الولاد دول منتهى الذكاء، هي هم اذكياء جدا، ومن اول لحظه بتعرفي ان هم اذكياء جدا. الشقاوه دي عباره عن فرط حركه وفرط ذكاء، وعندهم شويه طاقه عايزه تخرج. الطاقه دي لما هتخرج هو مش لاقيين حاجه يخرجوها فيه، فبيخرجوها في الشقاوه، والضرب مش هيعمل حاجه غير انه بعد كده هيقول لك العيل جتته نحست، العيل بقى متبلد ما عندوش اي نوع من كتر العقاب، من كتر العقاب، وما عادش هيفرق معاه، بالعكس هيقول لها اضربيني. فهي لو المفروض ان الام لو بتسمعنا ان شاء الله دلوقتي تبقى او نقول لهم ميعاد الاعاده، علشان تبقى هي الحاجه تقول لجارتها الاطفال دول حلهم ان انت تبداي تتعاملي مع الطاقه بتاعتهم دي في شكل لعب، في شكل حاجات مفيده في البيت يعملوها لك، في شكل ان هم يساعدوكي في حاجات البيت، حتى لو هيساعدوكي نص نص، يرتبوا سريرهم، يرتبوا اوضتهم، تاخدي الطاقه بتاعتهم دي في حاجات، او تنزليهم، مش هقول لك مكان لازم خمس نجوم، بس نزليهم في حاجه يكون فيها رياضه، حاجه فيها حركه، حاجه فيها استرجاع للطاقه، يطلعوا الباور دي. بس مش حضانه مقفوله عشان ما يروحوش يضربوا العيال، لان هم خطر على اطفال العمارة. لا وبتقول لك بيجيبوا كراسي بيقفوا عليها، على فكره ممكن يضروا نفسهم. على فكره الشخصيه دي موجوده كتير، يعني احنا عندنا كتير قوي من الاطفال في السن ده عندهم فرط حركه، عندهم فرط ذكاء. بس انا شايفه ان هي المفروض تعرض الولاد دول على دكتور، هم مش هيبقوا محتاجين حاجه اوفر اللي احنا هنقول يعني، هم ممكن الدكتور هينظم لها معاملتها هي معاهم، لكن هو لو هو العيال دي هتاخد مهدئات مثلا، يعني الموضوع سايكولوجي اكتر منه بالظبط كده. فهو وسايكولوجي للام، الام هي هم دلوقتي شويه الى حد ما تحدي بالنسبه لها، التحدي ده هي انها ما تضيعش اي وقت غير معاهم، تستثمر كل دقيقه معاهم، تلعب معاهم، تعمل لهم العاب جماعيه هما الاثنين، تبتدي نعمل بازلز، نعمل مسابقات في البيت، نعمل حاجات تاخد انتباههم، لو حتى بطرق مش غاليه يعني. انا مش كل على فكره حاجه
او لازم لاكجري بقى وفلوس كتير عشان نقدر ان احنا نعمل الحاجه دي. وممكن تنزلهم اللي هي النوادي الثقافيه او النوادي الموجوده في الاحياء الشعبيه يلعبوا كوره. ابتدوا يلعبوا كوره وهم سن 4 و5 سنين هيطلعوا طاقتهم في الكوره دي. ابتدوا يلعبوا سباحه. الكلام ده على فكره موجود في نوادي الشباب ببلاش. اعتقد ان وزاره الشباب والرياضه موفره لكل الناس وموجود بقى كل واحد حسب الليفل بتاعه. فالقصه كلها ان هم الطاقه الزياده دي لو خرجوها بشكل صح مش هيبقوا بالمنظر اللي هي بتحكي عنه. لكن دول عيال عندهم طاقه محبوسين. دول بتقولك قفلت عليهم وعملت حاجات غير بتضرب على طول. الضرب ده هيولد جواهم عنف وطاقه سلبيه جواهم عايزه تطلع بعدوانيه. احنا عايزين الطاقه اللي جواهم دي تتحول لحاجات اعمال خيريه، تتحول يساعدوكي يساعدوا الناس لما يكبروا شويه يبقى عندهم حب للناس، مش يتحول ان هم بيتضربوا فعايزين ينتقموا. فهيبتدوا ينتقموا، هيبتدوا يضروا، هيبتدوا يبقوا حاجه خطيره. فاحنا مش عايزين ده يحصل لان هم اطفال طبيعيين جدا واطفال كويسين جدا وعاديين جدا في زيهم كتير. ممكن بعد كده هي تحدد حركتهم شويه بانها ساعه العقاب تحطه على النوتي تشير اللي بنسميه النوتي تشير بقى، مش هنسميه نوتي تشير هنسميه كرسي العقاب، تقول له اقعد هنا وما تتحركش ولو اتحركت هعاقبك. بس العقاب مش باني اضرب، العقاب بان انا اشوف هم بيحبوا ايه وامنعه. هو بيحب نوع اكل معين امنعه عنه، بيحب شوكولاته معينه امنعه عنها. يبتدي عندنا في منظومه الثواب والعقاب اللي مش ضرب. يبتدي الحياه على فكره قدام محدش بيضرب مثلا المدير ما بيضربش الموظف لما يتاخر، لكن هو بيعامله بشكل تاني بيغسله بيمنع الاجازه عنه. فالحياه ما فيهاش ضرب يا جماعه. فاولادنا ليسوا حديدا حتى نقومهم بالطرق. دكتورة كنا سعادة جدا بفقرة معاكي، وان شاء الله تتوعدينا ان انت تكوني معانا باذن الله في فقرات وحلقات تانية باذن الله. خلصت فقرتنا دلوقتي وان شاء الله نرجع لكم بعد الفاصل وفقرة حلوة تزاركم.